نبدأ من قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال عن هذه السورة: لو أن الناس تدبروا هذه السورة لكفتهم. الله الله. ونبدأ أيضا من أن الصحابة الكرام ما تفرقوا إلا بعد أن يقرأوا هذه السورة، ولعل هذه السورة إن صح التعبير جامعة مانعة، ولعل هذه السورة منهج قويم لهذا الإنسان في علاقته بربه الكريم. السبب أن هذا الإنسان من أدق أدق تعريفاته، وهذا التعريف للإمام الجليل الحسن البصري، يعرف الإنسان بأنه بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. فالإنسان في نص هذا التعريف زمن، زمن، والزمن أستاذ جمال هو البعد الرابع للأشياء. فالشيء أو بالأصح النقطة إذا تحركت رسمت خطا، والخط إذا تحرك رسم سطحا، والسطح إذا تحرك شكل حجما، والحجم إذا تحرك شكل زمنا. فالزمن هو البعد الرابع، يعني هناك طول وعرض وارتفاع وزمن. فالزمن مفهومه دقيق جدا. الزمن مرتبط بالحركة، لأن هذا الكون يتحرك، إذن هناك زمن. فالزمن الإنسان زمن، بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه، بل ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فالله عز وجل يخاطب هذا الإنسان. هذا الإنسان هو المخلوق الأول رتبة، لقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. المخلوق الأول رتبة. الإمام علي رضي الله عنه يقول: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. فالإنسان هو المخلوق الأول، ولأنه زمن، هنا الشاهد، أقسم الله له بمطلق الزمن والعصر: إن الإنسان لفي خسر. جواب القسم أن الإنسان خاسر لا محالة. والسؤال: يا رب لماذا هو خاسر؟ فهنا الجواب: لأن مضي الزمن فقط يستهلكه. أنا بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع مني، فمضي الزمن وحده يستهلك الإنسان. فلذلك أقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول عند الله رتبة، الذي هو في حقيقته زمن، هو زمن، وأقسم له بالزمن. قال له: أنت زمن، وأقسم لك بالزمن أنك خاسر لا محالة، لأن مضي الزمن وحده يستهلكك. يعني كل واحد منا يولد، يكبر، بس 17، 20، 25، 30، 40، 60، 70، تأتي نعوته، فهو بضعة أيام. لكن الله جل جلاله أكد لهذا الإنسان أنك خاسر لا محالة. والإنسان كما ترى أستاذ جمال قد يسعى ويسعى ويسعى في الدنيا، يصل إلى مستوى معين من الدخل، من المكانة، من بثانية واحدة
يفقد كل شيء إذا توقف قلبه أو تجمد الدم في عروقه أو نمت خلاياه نموا عشوائيا، أصبح خبرا بعد أن كان رجلا. تكتب نعوته، تلصق على الجدران. فالإنسان بلحظة واحدة لا يدري متى يكون رجلا ملء السمع والبصر، فإذا هو خبر على الجدران. لذلك الله عز وجل حينما قال فجعلناهم أحاديث، كانوا قوما عتاتا جبابرة فأصبحوا أحاديث. والإنسان مهما علا، مهما امتد به العمر، مهما قوي، مهما اغتنى، مهما سيطر، في لحظة واحدة يفقد كل شيء ويصبح خبرا. لذلك أقسم الله لهذا الإنسان، لهذا الإنسان الأول عنده، المخلوق الأول، أقسم له بمطلق الزمن، وهو البعد الرابع للأشياء. بالمناسبة أستاذ جمال، أينشتاين اكتشف السرعة المطلقة في الكون، هي سرعة الضوء. فالضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر. أي جسم مشى بهذه السرعة أصبح ضوءا، وأي جسم إذا سار بهذه السرعة توقف الزمن. يعني هذا اللقاء الطيب يصدر عنه إشعاعات، لو واحد ركب هذه الإشعاعات يرى هذا المنظر إلى أبد الآبدين. لو أن الإنسان سار مع الضوء توقف الزمن، لو سبق الضوء تراجع الزمن. يعني عملية فيزيائية نظرية محضة. لو أمكن للإنسان أن يركب مركبة سرعتها أسرع من الضوء لرأى بعينه وقائع معركة بدر بعينه. الله أكبر. لو سبق الضوء تراجع الزمن، لو قصر عن الضوء تراخى الزمن، لو سار مع الضوء توقف الزمن. هذه النظرية جاء بها أينشتاين. يعد هذا العالم الكبير قد أحدث في الفيزياء تطورات جذرية مبهرة حينما اكتشف السرعة المطلقة للأشياء، إنها سرعة الضوء. فالله عز وجل قال والعصر، أقسم بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول رتبة عنده الذي هو في حقيقته زمن، أقسم له بمطلق الزمن. وجواب القسم إن الإنسان لفي خسر، كل مكتسباته يفقدها في ثانية واحدة. الله أكبر. كل مكانته يفقدها في ثانية واحدة، كل هيمنته يفقدها في ثانية واحدة، كل ثروته يفقدها في ثانية واحدة. فلذلك البطولة والعقل والذكاء أن يكتشف الإنسان حقيقة الكون وحقيقة الدنيا وحقيقة نفسه. هو كائن يعد بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أستاذ جمال، ينبغي أن يعلم الإنسان أنه خاسر، بمعنى أن مضي الزمن وحده يستهلكه، لأنه بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. يعني هو الإنسان كائن متحرك أستاذ جمال إلى هدف ثابت، فكل دقيقة تمضي تقربه من هذا الهدف، تماما كراكب القطار. المحطة النهائية بعد 100 كيلومتر، فإذا نظر هذا الراكب إلى ساعته كل دقيقة تمضي تقربه من الهدف، فهو بضعة أيام. إذن أقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول رتبة، الذي هو في حقيقته زمن،
أقسم له بمطلق الزمن، وجاء جواب القسم أن الإنسان خاسر لا محالة، لأن مضي الزمن يستهلكه. والذي نراه كل يوم، الإنسان يتحرك، يجمع المال، يصل إلى أعلى المراتب، يسكن في أجمل البيوت، يقتني أجمل المركبات، يسافر، ثم تأتيه المنية فإذا هو تحت الأرض. لو وازنا بين بيته الذي يسكنه وبين القبر الذي آل إليه، المسافة كبيرة جدا، من قصر منيف، من بيت 200 متر، من مركبة، من زوجة، من أولاد، من سفر، من إقامة بالفنادق، من حفلات، إلى قبر تحت الأرض. أستاذ جمال، يعني حقيقة دقيقة، تعلمنا في الجامعة أن الذكاء هو التكيف. يعني الذكاء بحث طويل وله مئات التعاريف، لكن ما رأيت تعريفا للذكاء جامعا مانعا كهذا التعريف، إنه التكيف. التكيف مع ماذا؟ مع أخطر حدث مستقبلي، مغادرة الدنيا. يعني هل يستطيع إنسان على وجه الأرض أن ينكر حدث الموت؟ أبدا. ما من حدث واقعي كحدث الموت. مصير كل حي، كل مخلوق يموت، ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أستاذ جمال، الأذكياء والعقلاء يعيشون المستقبل، والأقل عقلا يعيشون الحاضر، والأغبياء يتغنون بالماضي. فالبطولة أن تعيش المستقبل. وأخطر حدث مستقبلي مغادرة الدنيا، ولهذا قدم الله الموت على الحياة. قال في الآية الكريمة: هو الذي خلق الموت والحياة. السبب أنت حينما تبدأ الحياة أمامك خيارات لا تعد ولا تحصى، أما حينما يأتي ملك الموت أمام خيارين لا ثالث لهما، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. إذن والعصر، إن الإنسان لفي خسر. أستاذ جمال، الإنسان إن لم يعرف ربه، إن لم يعرف سر وجوده، إن لم يعرف غاية وجوده، إن لم يسأل ماذا بعد الموت، من أين وإلى أين ولماذا، مقامر ومغامر. ماذا عند الموت؟ ماذا بعد الغنى؟ ماذا بعد القوة؟ ماذا بعد المتع؟ ماذا بعد الشهوات؟ ماذا بعد الانغماس في الملذات؟ بعدها الموت. ماذا أعددنا لهذه الساعة؟ هنا البطولة. لذلك الأغبياء يعيشون الماضي، والأقل غباء يعيشون الحاضر، والأذكياء يعيشون المستقبل. ولا بد من التفرقة لإخوتنا المستمعين بين الذكي وبين العاقل. ما كل ذكي بعاقل. قد يبرع الإنسان في اختصاص ما فيسمى ذكيا، لكن العاقل هو الذي عرف سر وجوده، وعرف غاية وجوده، وعرف حقيقة الحياة الآخرة، وعرف ما بعد الموت. إذن الإنسان مهما تفوق، مهما على شأنه، مهما جمع من أموال طائلة، مهما انغمس في المتع الحسية، سوف يغادر الدنيا إلى لا رجعة. يعني في بعض الدول التي تعد الإقامة فيها مغنما كبيرا، في كلمة توضع على الجواز إذا قرأها صاحب الجواز انخلع قلبه.
مغادرة بلا عودة. والموت مغادرة بلا عودة. ونحن نرى كل يوم أصحاب الحظوظ من الدنيا العالية كيف يموتون وكيف ينتقلون من بيتهم الرائع إلى قبر صغير، ماذا في القبر؟ لذلك ورد أن أصعب ليلة للميت الليلة الأولى. قال هناك من ينادي هذا الميت، عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. إذن والعصر أقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول الذي هو في حقيقته زمن، أقسم له وجاء جواب القسم، إنك أيها الإنسان خاسر لا محالة، لأن مضي الزمن يستهلكك وليس من مصلحتك. ولا يستطيع إنسان في الأرض مؤمنا كان أو غير مؤمن أن ينكر حدث الموت. لكن قد تسألني أستاذ جمال، ما دام كل البشر موقنون بالموت بماذا يتفاوتون؟ يتفاوتون بمدى الاستعداد له. المؤمن يستعد لهذه اللحظة، لذلك دائما وأبدا المؤمن يعيش المستقبل كطالب تماما، يعيش الامتحان من أول العام، فإذا جاء الامتحان لا يفاجأ، هو يعد له العدة مستعد ويعيش له طوال العام. ولا أنسى أن مر طالب أحرز الدرجة الأولى على القطر في الشهادة الثانوية، أجري معه حديث صحفي، فسئل أنه ما سر هذا التفوق، فأجاب إجابة رائعة، قال لأن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي ولا دقيقة. الله. والإنسان لما لا ينسى هذه اللحظة، يوم يسأل عن كل كلمة قالها وعن كل موقف وعن كل عطاء وعن كل منع وعن كل غضب وعن كل رضا، لماذا فعلت هذا؟ الإنسان حينما يستدعى ليسأل من قبل إنسان لكنه قوي لا ينام الليل، حينما يستدعى من قبل إنسان من بني جلدتك لكنه أقوى منك لا تنام الليل، فكيف إذا كان الاستدعاء للواحد الديان ليسألك عن كل صغيرة وكبيرة وعن كل حركة وسكنة وعن كل عطاء ومنع وعن كل رضا وغضب، لماذا فعلت هذا؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لذلك أيحسب الإنسان أن يترك سودا؟ يعني هؤلاء الذين يقصفون البلاد، يقصفون الدول، يقصفون الشعوب، يحتلون الأراضي، يسفكون الدماء، هؤلاء غابت عنهم حقيقة خطيرة، أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم أشد الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا تحسبن الله مخلف وعده رسله، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. هؤلاء الذين يبنون مجدهم على أنقاض الشعوب، على حريات الشعوب، على رزق الشعوب، هؤلاء الذين يبنون أمجادهم على الآخرين، هؤلاء سيلقون من الله حسابا دقيقا جدا. إذن الله عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا. أستاذ جمال، رحمة الله في إلا، هذا الاستثناء فيه رحمة كبيرة. يعني هو الإنسان أي شيء تأكله انتهى، أي مكان تسكنه انتهى عند الموت، أي مكانة ترتقي إليها تنتهي عند الموت. الموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، ينهي غنى الغني وفقر الفقير، ينهي وسامة الوسيم ودمامة الدميم، ينهي صحة الصحيح ومرض المريض، الموت ينهي كل شيء قطع. لذلك لأن الموت ينهي كل شيء،
صار الإنسان خاسر. فكل متع الحياة الدنيا وكل المكاسب وكل الميزات هذه منوطة بضربات القلب، فإذا توقفت هذه الضربات انتهى كل شيء، وكل هذه المكاسب والإمكانات مربوطة بنمو الخلايا، فإذا نمت نموا عشوائيا انتهى الإنسان، وكل هذه المكاسب مرتبطة بسيولة الدم، فإذا تجمد الدم في الأوعية انتهت حياة الإنسان. فالله عز وجل يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والذي يلفت النظر أن هذه الكلمات الأربع هي أركان النجاة كما سماها الإمام الشافعي، هي أركان النجاة، يعني لا بد من أن تعرف الحقيقة ولا بد من أن تعمل وفقها ولا بد من أن تدعو إليها ولا بد من أن تصبر على البحث عنها والعمل بها والدعوة إليها. لذلك هناك عمل يقوم به الإنسان ينتهي عند الموت، ينتهي. ما الذي أكلته؟ ما الذي شربته؟ إلى أين سافرت؟ ماذا فعلت؟ أين سكنت؟ ماذا أنفقت؟ هي كلها مستهلكات. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. بعضهم قال الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة. فالآن أنا أمام منطقة دقيقة جدا، فكل عملي يؤدي بي إلى الخسارة لأنه ينتهي عند الموت، لكن حينما أفعل في الزمن الذي سينقضي عملا ينفعني بعد انقضاء الزمن أكون عاقلا. لذلك الإنسان إما أن يعيش أن ينفق وقته استهلاكا أو أن ينفق وقته استثمارا، والفرق كبير جدا. معظم الناس أستاذ جمال ينفقون وقتهم استهلاكا، يأكلون ويشربون ويتمتعون ويغفلون عن حالة صعبة جدا عند مغادرة الدنيا. إلى أين؟ ماذا بعد الموت؟ ماذا في القبر؟ ماذا يوم القيامة؟ نعم. أين المصير؟ نعم. لذلك قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أستاذ جمال، إلا رحمة الله في إلا، يعني أنت بما بعد إلا تلغي الخسارة. الإنسان خاسر لا محالة، إلا أنه بإمكانه أن يتلافى هذه الخسارة إذا فعل ما بعد إلا. إذا فعل ما بعد إلا فهو يستثمر الوقت لا يستهلكه. لذلك الناس إما أن يستهلكوا الوقت أو أن يستثمرونه. استثمار الوقت أن تفعل في الزمن الذي سينقضي عملاً ينفعك بعد انقضاء الزمن. ودائماً بالمنطق التجاري أي تاجر ينفق من رأس ماله سوف ينتهي، أما بطولة التاجر أن ينفق من ريع رأس ماله. فالمؤمن يستثمر الوقت لا يستهلكه، يستثمر الوقت يستفيد ولا يستهلكه. نعم. استثمار الوقت أن أفعل وأنا في الدنيا عملاً ينفعني بعد الموت. ما الأعمال التي تنفعني بعد الموت؟ أربعة أعمال لا بد منها جميعاً، ليست واحدة تكفي. إلا الذين آمنوا عرفوا الحقيقة، عرفوا سر وجودهم، عرفوا حقيقة الكون، عرفوا حقيقة الحياة الدنيا، عرفوا حقيقة الإنسان، عرفوا مهمته في الدنيا، عرفوا ماذا بعد الموت، عرفوا حقيقة الجنة والنار، عرفوا أن الإنسان هو خليفة الله في الأرض، أن الإنسان كلفه الله أن يعبده، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عرفوا أن هذه الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. عرفوا أن الحياة الدنيا هي حياة دنيا وليست عليا، وأن الآخرة هي الحياة العليا.
وأن الإنسان مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولأن الله أودع في الإنسان قوة إدراكية، فما لم تلبى هذه القوة الإدراكية لا يعد إنسانا ناجحا في الحياة. إذن إلا الذين آمنوا، يعني أخذوا من وقتهم وقتا ثمينا لمعرفة الله، لمعرفة حقيقة الإنسان، لمعرفة منهج خالق السماوات والأرض، لمعرفة ماذا بعد الموت، إلا الذين آمنوا. يعني أستاذ جمال، ما بيقدر إنسان أن يضع على بطاقته دال قبل اسمه، دال فقط، إلا إذا كان معه ابتدائية وإعدادية وثانوية وليسانس ودبلوم عامة ودبلوم خاصة وماجستير ودكتوراه، حتى يحط دال. طيب من أجل الدنيا فقط. طيب تريد أن تكون مؤمناً أن تصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين من دون أي جهد، من دون طلب علم، من دون فهم القرآن، من دون فهم السنة، من دون استقامة، من دون عمل صالح؟ هذا شيء يؤلم أشد الألم. إلى الذين آمنوا، يجب أن تطلب العلم، يجب أن تقتطع من وقتك وقتاً لطلب العلم، يجب أن تسأل لماذا؟ من أنا؟ ما حقيقتي في الدنيا؟ أين كنت؟ وإلى أين المصير؟ لماذا خلقت في الدنيا؟ ما حقيقة العمل الصالح في الدنيا؟ لأن الإنسان حينما يغادر الدنيا يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحاً. إذن إلى الذين آمنوا، أن نعرف الله، أن نعرف أنه هو الخالق والرب والمسير، وهو الموجود والواحد والكامل، وأن أسماءه حسنى وصفاته فضلة. حينما نعرف حقيقة الأنبياء، حقيقة النبوة، حقيقة هذا الدين العظيم، حقيقة هذا القرآن الكريم، إلى الذين آمنوا، إذن لابد من طلب العلم وعمل الصالحات. والعلم في الإسلام ليس هدفا لذاته، العلم في الإسلام قيمته في تطبيقه. إلا الذين آمنوا وتحركوا وفق إيمانهم وعملوا الصالحات، يعني آمن وعمل صالحا ثم دعا إلى الله. والدعوة بهذه الآية فرض عين على كل مسلم، وبعد ذلك صبر على معرفة الله والعمل بمنهجه والدعوة إليه، عندئذ تلافى الخسارة ونجا منها وأصبح من الفائزين، وألغيت كلمة إن الإنسان لفي خسر. نعم.